الاساسيات اللي هي شغاله، مش بشتغل على الفوت ديفايس وبعمل دايجنوزنج للاعذار اللي موجوده في الفوت ديفايس. طبعا ده بدا بان احنا عملنا دراسه ستادي الموديل بتاعنا اللي هو البايب لاين اي دي سي، ستادي للسيستم ليفل كومبوننتس اوف ذا ديجيتال كاليبريتد بايب لاين اي دي سي. بعد كده شفنا طريقه اللي هي احنا هنسميها او بنسميها سيجنتشر بيس تيستنج، ستادي اميزود فور كلاسيفاينج الديفكتيف، عايز احدد انهي ديفايسز اللي هي ديفكتيف الاول، فبستخدم تيستنج تكنيك. بعد كده هستفيد بالتيستنج تكنيك ريزلتس، هبدا ابص جوه التيستنج تكنيك هيطلع لي سيجنتشر بيس، هيطلع لي جرافس، هبدا انا بقى ابص في الجرافس دي واقدر اشوف هل انا اقدر اطلع معادلات او اطلع تكنيك او ميثودولوجي اقدر احدد بيها نوع الفولت ومكانه. طبعا ده هيعمل لي ايدنتيفاينج ذا روت كوزز اوف. طبعا احنا اشتغلنا على السنجل سورس فولت والحمد لله كنا شايلين فيها بيبر في الاول، بعد كده نشرنا بيبر ثانيه على باقي الايرورز والسنجل والمالتي سورس فولت. القصه بدات من ان انا بدات ادرس السيجنتشر بيست تيستنج تكنيك. السيجنتشر بيست تيستنج تكنيك ببساطه هو عباره عن تكنيك، انا هنا بوضح الكاركترستكس بتاعت الايديا، الكاركترستكس بتاعت الديفايس اللي هو زي ما انتم شايفين حضراتكم باللون الاحمر ده الايديا، علاقه بين الانبوت فولتج والديجيتال اوتبوت كود. الترانسفير كاركترستكس دي بتوضح لي جزئين، بتوضح لي الجزء اللي هو الايديا زي ما احنا شايفين، بعد كده بنشوف الديفايس الفولتي في ايرورز انا ما اعرفش الايرورز دي موجوده فين ونوعها ايه، فببدا اشوف التعريف اسمه الكود ايرور سيجنتشر. الكود ايرور سيجنتشر ان انا بطرح ببساطه الاشاره اللي هي الايديال من الاكشوال. الكود ايرور سيجنتشر از ذا ديفرنس بتوين ترانسفير كاركترستكس اوف ديفايس اندر تيست والجولدن وان او الايديال اللي هو زي ما حضرتك شايفين حضرتكم باللون الاحمر قدام. طبعا بدانا ندرس التيست فيكل بتاعنا، كان في البدايه كان عباره عن 10 بت بايب لاين اي دي سي. الحمد لله التست بتاعنا تم على كذا بايب لاين اي دي سي بريزوليوشنز، كان في عندي 10 بت و14 بت. التست فيكل عباره عن البايب لاين اي دي سي ستيكس زي ما حضراتكم شايفين، الستيكس المتعدده ده عباره عن 10 بت ستيج. طبعا انا عامل فوكس على الوان ستيج عباره عن ايه من الداخل اللي هو الساب اي دي سي والام داك. بدأنا ندرس الموديول ونبدأ نلاقي طبعا الموديول ده تنفيذ للدائرة الفعلية بتاعتنا الخاصة بال 1.5 بت ستيج اللي هي الكومباراتور اللي هو الجزء على اليسار والجزء بتاع الام داك اللي هو الجزء على اليمين. السيميوليت موديل بدأنا نشوف الكاركترستكس اللي هنشتغل عليها بحيث نبدأ ندرس تأثير الاوبن لوب جين على الدائرة، تاثير الكاباستنس سماش، تاثير الباراسيتيك كاباستنس، تاثير الريفرنس ايرور، تاثير الاوفست فولتج ايرور. بدانا نشتغل على الموديل ونطلع النتائج ونبدا ندرس النتائج بتاعه الموديل باستخدام السيجنتشر بيس تيستنج. عملنا تارجت فولت ليست، التارجت فولت خاصه بالموديل، انا لو كان عندي في الموديل شورت او اوبن سيستم ده بيظهر عندي تاثيره في 3 شورت فولتج فاريشن، في الستاك اد اللي هو الفيكس ديجيتال اوت، في الامبليفاير اوفست اللي هو البي اوفست، والكاباستنس سماتش الدلتا سي، والريفرنس ايرور دلتا بي ريفرنس. دي هتبقى هي البارامترز الرئيسيه اللي احنا هنشتغل عليها وهنبدا نشوف هي دي الليميتيشنز اللي بتبقى موجوده في ديفايس اندر تيست. الفكره بدات بان احنا خدنا الموديل الرئيسي اللي هو الخاص بالبايب لاين اي دي سي، بدانا نضيف مفاتيح على موديل سويتشز عشان نبدا نشوف تاثير السويتشز دي. انا عايز اعمل تيستنج مثلا للجزء اللي فوق اللي هو الوايد لاين اي دي سي ستيكس وده كان المين في الشغل بتاعنا. ممكن اعمل تيستنج للسلو اكيوريت ريفرنس، طبعا بستخدم الكاونتر اللي هو الاخضر ده اللي تحت عشان اعمل بيه عمليه التيستنج. في عندي هنا كذا مود، في عندي الاوبريشن مود، في عندي التيستنج مود بعمل تيستنج للكور